كان نفسي تشوف شكلها وهي ماسكه الطبله. مش ممكن حقيقي، منظرها كان مسخره. طب ليه يا ماما ما خدتيش معاها سيلفي؟ سيلفي؟ انت عايزها تبقى في الميموريز بتاعتي؟ لا، انا عايزه انساها خالص من حياتي، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيها. لا، يو هاف ا بوينت. يا حبيبي انا مبسوطه قوي 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 قوي، اخيرا بدات اسيطر على المدرسه وتمشي على مزاجي. ميرسي قوي يا كاظم. على ايه يا ست الحبايب؟ انا بس عايزك تبقي واثقه فيا شويه. يا حبيبي انا واثقه فيك جدا. المهم بقى، جبت الفلوس؟ اعتبريني جبتهم. يعني ايه اعتبريني جبتهم؟ مش الموضوع خلص خلاص؟ خلص، بس الواد اختفى وما ظهرش تاني. يعني ايه اختفى؟ يعني نصب عليك في 300,000 جنيه؟ ايه يا ماما؟ لا 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 لا، بلاش الكلام ده. لا، ما ليه نصب عليا؟ اعتبريها مكافأة. مكافأة؟ مكافأة ب 300,000 جنيه؟ انت تتصرف وتجيب لي الفلوس دي على طول. انت ايه؟ ما تعملش حاجة للآخر صح أبداً؟ هو ايه؟ ايه؟ في ايه يا جماعة؟ صوتكم جايب لآخر المدرسة، ما تصلوا على النبي كده. يا فندم لو سمحتي اطلعي بره. ريحي ضهرك يا بنت واقعدي في حتة لانشة بره، يلا اتكل على الله. ايه يا بيس؟ ايه اللي مصحيكي بدري قوي كده؟ مش المفروض انك نايمة عشان بتسهري وعندك نمرة؟ نمرة؟ هو في نمرة أحلى من اللي عملتوه عليا؟ بس الأحلى وأحلى بقى النمرة اللي أنا عاملها دلوقتي. ما بعتين لي واحد ينصب عليا انا؟ نصاب؟ ليه هو خد منكم فلوس كمان؟ هو لقى في منكم 300,000 جنيه؟ يلا اتقدموا بيهم بقى. لا لسه ادب انا ما وصلش. من بكره المدرسه ترجع زي ما كانت وكل حاجه ترجع زي الاول.